bize ay vurmuş. Ana diyor multicolor, multicolor. الفيديو ديال اليوم غادي يكون باللغة العربية. يلا نبداو. السلام عليكم. كما ترون في العنوان فيديو اليوم فيديو عن تعديل صور. تعديل صور مهم جدا، يغير بشكل كبير من الصورة. فقررت أن أصور هذا الفيديو نزول عند طلبكم، ولأن العديد من الرسائل تصلني كلما نزلت صورة على إنستغرامي. قلت لكم له دور كبير كبير جدا في إظهار الصورة بشكل ممتاز و يعني مكتمل ورائع. صور المشاهير وصور الممثلين وعرضات الأزياء فيظن أنهن مثاليين أو يعني مثاليات أو أشخاص يعني فائق الجمال، ونتساءل هل فعلا هم كذلك ونحن لسنا كذلك. لكن في الحقيقة تعديل الصور يغير الكثير الكثير من صور المشاهير وكذلك الفوتوشوب. اليوم لن أتحدث عن الفوتوشوب، لكنني سأكلمكم عن تعديل صور بطريقة بسيطة. حاول أن أظهر صوري بشكل احترافي معدل بطريقة جيدة ليكون المحتوى مميزا قليلا. أعذروا لغتي العربية لأنني لست معتادة أن أتكلم اللغة العربية. أترك لكم صفحتي على إنستغرام هنا لتأخذوا فكرة، يمكنكم متابعتي على إنستغرام. والآن فلنمر ونتعرف عن التطبيقات. فجأة مرت عندي الخالة. كما ترون هناك ملف أسميته مونتاج، يتضمن كل التطبيقات التي أحتاجها في تعديل سواء الصور أو الفيديوهات، سواء لإنستغرام أو فيسبوك. فلنتكلم عن أول تطبيق وهو الفيستون 2. التطبيق فيستون 2 كما ترون أستعمله لتعديل صور البورتري. تطبيق رائع جدا، يمكنكم كما ترون هنا قيام بمجموعة من التعديلات على هذا التطبيق. كما ترون يمكنكم تعديل حجم الصورة وتقطيعها، يمكنكم التحكم بالإضاءة الكونتراست وكل هذه الأشياء. أغلب التطبيقات تحتوي عن هذا، يحتوي على الكثير من المميزات التي تمكنني من يعني التحكم بأدق تفاصيل بالبورتري. مثلا كما ترون هنا ريتوش وبالأخص سموث، هذه الخاصية تسمح بتقليل ظهور المسام وعيوب الوجه. خاصية ثانية وهي وايتن التي تمكن من تبييض الابتسامة كما ترون، فهو يغير بشكل كبير الابتسامة. بخاصية وايتن أظهر الهايلايتر، يعني تفاصيل الهايلايتر. كلما ضغطت أكثر كلما زاد تركيز اللون الأبيض كما ترون. فالصورة يعني تتغير بشكل كبير جدا بلمسة فقط. details أن تظهروا تفاصيل اللوك، مثلا لوك المكياج أو أي شيء، يمكنكم إظهار التفاصيل من خلال خاصية details. يمكنكم إعطاء إشراقة للصورة بخاصية الجلو، ويمكنكم التحكم بها حسب إرادتكم. في هذا التطبيق كذلك يمكنكم فوتوشوب، أن تعملوا فوتوشوب لصوركم. فمثلا أريد أن أقوم بتصغير هذا الجزء مثلا كما ترى، ما أفضله. مهما عدلت الصورة لابد أن تظهر بشكل طبيعي وغير مفبرك يعني بشكل كبير. مربعين صغيرين يمكنكم أن ترون قبل وبعد كيف أصبحت وكيف كانت الصورة. أقوم بسيف تو كاميرا رول. سأستخدم نفس الصورة في كل التطبيقات لكي تفهموا وتروا الفرق جيدا. سنذهب إلى التطبيق الثاني وهو الأكثر طلبا من طرفكم، وهو التطبيق الذي يمكنني من استخدام إفكت القديم وإفكت الصورة المخدوشة المحروقة القديمة، فهو هذا التطبيق والمسمى بنيبي فيلم. صراحة لا أعرف إن كفر على الأندرويد، لكن
انه مجاني على على الاب ستور. فاخذت نفس الصوره كما ترى وساقوم باختيار الشكل الذي اريده. يمكنكم شراء العديد من الافكت، لكن بالنسبه لي الافكت التي يتوفر عليها التطبيق كافيه ورائعه. اختار هذا، اقوم بالسيف واقوم باد فلتر لي اختار فلتر ثاني. قمنا بتعديل الصوره بنيبيفيلك بتطبيق اخر وكذلك هو مجاني، فكل التطبيقات التي استخدمها مجانيه يمكنكم الشراء بعد المميزات فيها والخصائص. بي اس اكسبريس او فوتوشوب اكسبريس هذا الافكت الذي استخدمه دائما على انستغرامي، فهو شارم واختار شارم 1 او شارم 1. يمكنكم القيام بالكثير الكثير من الاشياء في هذا التطبيق، فمثلا يمكنكم ان تضعوا صوره واحده بشكل مميز، لكم ان تضيفوا كتابات او نصوص كما شئتم، ان تكتبوا على الصوره بشكل الذي تريدونه. وهذه الدرجه يمكنكم ازاله العيون الحمراء مثلا عندما ناخذ صوره بالفلاش وتظهر عيون حمراء، يمكنكم ازالتها بهذا التطبيق. التطبيق الذي ساتكلم عنه بعد هذا وهو تطبيق بيكس ارت، وهو تطبيق جدا رائع يمكنكم القيام بالعديد العديد من الاشياء. كما ترون هذا رقعة الصباغة التي اضفتها لصورتي القديمة، فهي عبر هذا التطبيق. بعد تحميل كل هذه التطبيقات يمكنكم اكتشافها لوحدكم، وما ساقوم به هو الذهاب الى ستيكرز. يمكنكم اختيار العديد من الستيكرز والبحث عن الستيكرز الذي يمكنهم استخدامها ووضعها على الصورة. التطبيق ما قبل الأخير وهو تطبيق بولار. تطبيق بولار هو أكثر تطبيق يتوفر على أكثر الفلترز للصور. إلا يمكن أن لا تجدوا فلتر يعني مفضل لكم أو ما تبحثون عنه في هذا التطبيق، فهو كما ترون فيه العديد من الخصائص. وكباقي التطبيقات يمكنكم التحكم بالضوء، بالألوان، بشكل الصورة، بحجم الصورة والعديد من الأنواع. آخر تطبيق وهو إنشوت. إنشوت يمكنكم كذلك من وضع باك جراوند للصورة، يمكنكم من الكتابة فوق الصورة ووضع ستيكرز أو تشكيل الصورة والفلترز. إن أردتم أن أتكلم لكم في فيديو قادم عن كيف أعدل فيديوهات الإنستغرام من خلال التطبيقات بالهاتف، اتركوا لي تعليقات عن هذا الموضوع. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، أتمنى أن تجدوا لغتي العربية جيدة، ولا تبخلوا علي بتعليقاتكم، وضع لايك للفيديو، اشتراك بالقناة وشير للفيديو. إلى اللقاء.